توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن أسود البلاد غدا الخميس طقس شديد حرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية. أما ليلا فيكون مائل للحرارة رطب على أغلب أنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 38-27، الإسكندرية 34-24، مطروح 31-24، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 39-25، إلى السويس 38-26، العريش 35-24، طابة 38-28، شرم الشيخ 43-32، والغردقة 42-30، وإلى الأقصر 43-28، أسوان 44-30، الوادي الجديد 44-25، شلاتين 41-29، وحلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.